السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد مسوس الشركات واللايكات والحلقات، عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده. النهاردة إن شاء الله يوم جميل ويوم جديد علينا وعليكم، وكل سنة وأنتم طيبين برضه. النهاردة الجمعة، إحنا صحينا وطبعا معايا الأشبال أهي التلاتة. مروان وأنت عامل إيه يا مروان؟ شمس؟ مالها الشمس بقى؟ يعني كل الناس عاملة كده؟ ماشي، أبو فرهد أمال لما تروح هناك هتعمل إيه؟ المهم إحنا النهاردة الجمعة، طبعا ما رحناش السوق عشان امبارح كنا مطبقين في المزرعه ما كنتش قادر طبعا، وصلينا الجمعه ومتوكلين ان شاء الله على الله ورايحين الارض ان شاء الله، وهنوريكم ان شاء الله اليوم النهارده هيكون ازاي وهنعمله ايه اول ما نروحه، ويلا بينا نقابلكم ان شاء الله في المزرعه. الجو بيبقى حر وشمس زي ما انتم شايفين كده. بابا قال مروان هيخش يا مروان. مروان هيتعدي. بس يا بحر، بس حبيبي، بس سيبوا علينا نتعدي. خد عزادة اهو، خد عزادة، امسكها. اه امسكها. مروان هتخش؟ خش عريس. و خش
بس امسك الكلب يا ابني، امسك الكلب يا ابني. خش هلا هناك انا. لا خش خش انت خش بس ما تزولهوش. ما هو لا يا ابني امسك الكلب. اوعى خش جوه اسوح يا اما. خش جوه خش جوه يا انت خش جوه امسك الكلب. اوعى تعدى يا عم. مالك خش. طب يا عم ما تعدش انت. ايه عاوز خش خش يا عم. خش بقى خد هو بيقول لك خش. دخلت له طبطبت عليه خش يا عشان تخش. ناري الكلبة ده حبي تضايقه خليها تقعد. طب احنا دلوقتي عايزين نخش المزرعة. دخلنا حضرتك مش انت فتحت اهو. ما تخش انجز بقى. انا قوي برضه ممكن يعدن. طب ايه المشكله لما يعض؟ انت مش طبطبت عليه. انت طبطبت عليه برضه بس انا مش بتاع كلاب شبهه كده. طيب ما لازم تبقى قلبك جامد. انا قلبي جامد. اربطه لي. طب اربطه لك. لا يعني دلوقتي عايزين. انا دلوقتي مثلا تعبان وما جيتش. انت المفروض جاي بقى هتعمل ايه؟ لا لا الكلب ما بيجيش. هو ما جاش اهو. انت بقى خش انجز يا مان. يلا شوف عدني بس عشان ما نطولوش برضه على الناس. هو عم هو عم هو شو خش معاك. خد يا باح. دخلت يا باح. افتح النفس يا باح. يا باح سيبه كده يا باح. خش حلو. خش حلو يا بابا. خش يا اخويا. خش طبطب على زين. لا انا خش طبعا لازم لما تخش المزرعه لازم تطمن على كلابك تشوف الدنيا. لو مثلا مزروعه شفت عشان كده ما رضيتش اعمل لك اقلع لك الكمامه. بس تعال خليك بقى خليك. طبعا كلب زي كده اهو كلب مش مامن بيضرب بالكمامه. ما ينفعش ان انا اقلعه بالكمامه كده اهو. امسك كمان ثاني واحده بالكمامه. ايه قشطه اريو. خد طبعا ده كده كده لازم نغير له القفص ده على اساس احنا لما هنيجي تنضف او اي حد تاني كده مش هينفع تنضفه. لكن القفص دي نعرف ننضف بعديها تحت الكلاب. طبعا نظبط له القفص جوه عشان ايه ننضفه له جوه. يلا بينا. وزي ما قلنا بتشوف ايه اللي في المزرعه او بتشوف ايه اللي عند كلابك. طبعا دخلنا على الكلب زي ما انت شفته كده لسه الكلب مش مآمن لحد طبعا. وطبعا الكلب زي دوت مش هينفع نشيل له الكمامه اصلا لان الكلب لسه تايه. واصلا هو كان بيعض اصحابه اللي هو عندهم عشان ما عرفوش يتأقلموا معاه او الكلب كبر على المكان وبقى هو مسيطر المكان فمش متأقلم. شايف بص الكلب تيجي تلمسه او تلمس جسمه الكلب يروح ايه يروح رايح على طول. والحمد لله زي ما قلنا الحمد لله بفضل الله معايا عيالي الثلاثه ربنا يبارك لهم كده ويهديهم ويصلح لهم الحال. اهو معايا النهارده بنلحم بقى الاقفاص لان الاقفاص الكلاب كانت بتنط زي ما انتوا بصوا. هوريكم ازاي ده كده القفص اهو كان كده وكان حته من فوق دي اللي مفتوحه
فهنبتدي بقى نلحم الحته دي لان الكلاب نطت من فوق وطلعت اتعركت مع بعض. هنبتدي نعمل ايه؟ نقفل الحته اللي فوق دي بحدتين حتى للكام كلب اللي هم ايه بينطوا، لان الكلاب طلعت بره واتعركت مع بعض. فلازم تامن لنفسك كويس قوي بالنسبه للاقفاص وبالنسبه لحاجات الكلاب، ولازم تراعي كلبك كويس قوي وتشوفه محتاج ايه، رجليه وجعاه، كلب بيكح، كلب بيعمل. برضو هنوريكم كده كده الكلب الرد ده شكله اصلا رجليه فيها حاجه، بس طبعا عشان نديله ابره لازم بقى ايه يبقى ايه فيها مجازفه، فهنديله برضو ابره ان شاء الله ربنا المستعان، وهنكمله بقى مسيرتنا واحنا بنلحمه ونشوفه ايه اللي هيتم. تخش على بحر يعني؟ يا ابني امسكوا الاكل ده خرب بيتك يا ست. يلا زينة بس كده عمر لسه مخلص. بص بقى مشي الكلب. انت عندك كلب؟ الكلب دوت قتل كلاب، قتل كلاب الكلب ده. ايه؟ الكلب ايه جامد؟ قتل كلاب. كنا بنسيبه هنا اهو، الكلاب البلد كان بيجريهم وراه، كنا بنطلع نجري وراه. بس ما شرس على قده يعني. يلا العب انت واختك يلا. خلاص هنا. يلا زين اهو تعالي. بص 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 هنخليك كده يعضني. ماما تعمل لنا شقلباص كده من هون. شقلباص من هون. سيبي علي. لا لا انا بقول لك يلا سيب سيب. لا مش كل واحد يشوف حاله بقى بتعملوا ايه انتوا. هنا عشان كهرباء هنا عشان اللي بقى ضعيفة خلي البتاع ايه. والحمد لله الحمد لله والفضل والشكر لله ان الواحد بيعرف يعمل كل حاجة بايده عشان ما يحتاجش لأي حد. الحمد لله. لأن ساعات تطلب الصنايعي يقرفك. فالحمد لله الحمد لله الواحد برضه بيعرف يعمل ايه اللي يقدر عليه وبفضل من ربنا الحمد لله. طب نقفل كده ليه؟ الجزئية دي كده عشان الكلاب نطت من هنا وتعكت مع بعض. الكلاب طلعت كده اهو ونطت، لان في كلاب بتبقى دماغها شغالة. الكلب بيروح عامل ايه؟ يروح طالع كده اهو بايديه تروح طالع بره، بره بابي بقى يبقى ليكوا قاعد يستلقاهم بقى. ماشي يا عمر عليك يا اخوان. يلا. هتلبسني الكمامة ولا ايه؟ خد.
طبعا لما ايديك بتاخد على حاجه ربنا يعني بيسهل لك الحياه كده ممكن. طب نبتدي برضه تعرف في نوعيه برضه السلك مش حلو. السلك الثاني ده يعني ايه بيقفل معايا بسرعه اللي هو العلبه الثانيه الصفرا. العلبه الثانيه الحمراء دي طبعا ده مع مثلا اللي انت بتجربت كذا حاجه فايه بتعرف ايه كويس وايه وحش. اهم حاجه ان انت تبقى تامن كلبك كويس قوي عشان مفيش تلاقي تصادم. الحمد لله ربنا بيقوينا ان احنا ايه بنعرف نعمل الحاجات دي في ايدينا مش محتاجش لحد يقول لي لسه معايا مفرقة. خلصوا خش احنا الثلاثة مننا. زينة ماما انا خايف برضه طب لبسها له انت لبسها له ده يا ابني تعالى هنا صح لبسها له حلوه مروان عشان ما يتخلعش وانا بخش عليه. جامده مش شايف يا ابني. اوه امسك خش انت حلو صح. قلت له ايه خش حلو اهو انا لبست له الكمامه اهو وهو عمر هيخش يحل اهو. خش يا عمر هذا على بحر. هذا على بحر تخلوش يلمسك هلا تخلوش يلمسك هلا تخلوش يلمسك. خش يا عمر اه كلب يوم بس جود بوي جدع بحر. جدع على بحر انا ولا بحر ليه ايه ده لا بحر انا مش ولا بحر ليه ولا بحر. خش خلاص تلمسك على بحر عمر لا ايه راح شغل دماغه ولبس جاكي الطياره ولا بحر ولا بحر. ما بيعملش حاجه ولا بحر ليه ولا بحر ليه ده ايه طياره ايه ده بحر ايه ده ولا بحر ولا سوا ولا بحر. شوف انا تعبتش بقى عمرك تتبلك عليه تتبلك عليه. باشا مين هيتجوز جدع علي جدع علي. يلا دلوقتي هتتبع الكلب ما تخش ماشي. استنى بس ما يلمس ما تلمسكش على بحر يلا لعبه كده صوني انت بقى. بص انت كده لمستيه بالكمامة من غير كمامة ماشي عادي. كان هيتعد صورتي كان هيتعد صورت احسن يا بحر احسن ايوه احسن ما تعلقوش الكمامه بقى احسن